عادي أقضي حياتي حالي حال البقية، يعني أمارس كل شيء اللي أريده، أدرس وألتحق بالنادي وأستخدم جهاز تليفون اللي هو ببرنامج ناطق يتضمن، ويعني عادي أمارس حياتي كلش طبيعي. يعني واحد يحطها بباله كمال مكفوفة ما أعرف شو، لا هاي ضد هذا الشيء. حالة حال المبصر يجي يلعب ويتمرن، وحالة حال المبصر ما يفرق أي شيء.